السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب عاملين ايه؟ أهلا بيكم في قناتكم قناة محمد عبد الرب. النهاردة إن شاء الله نويت أشارك معاكم فكرة كده بسيطة أنا عاملها علشان نتلافى موضوع الفلوكس والآثار السلبية على الصحة اللي بيعملها لنا، وفي نفس الوقت كمان علشان أحافظ على الميكروسكوب إن هو العدسات ما تشبرش بسرعة. الفكرة إن شاء الله هتكون بإمكانيات بسيطة جدا زي ما عودتكم، وبإذن الله هتكون فعالة كمان جدا. يلا بينا. طبعا احنا لما بنيجي نشتغل نضطر ان احنا نستعمل فلاكس، تمام؟ فبتكون النتيجة ان الفلاكس طبعا لما بنيجي نحط عليه الكوي علشان نشتغل بيه او الهوت بيبدأ يطلع دخان، تمام؟ زي ما انت ايه شايف كده الدخان كل ده بيطلع فين؟ بيطلع على عليك انت بتتنفسه، تمام؟ وعشان تستخدم الكمامة فبيبقى الموضوع يعني مجهد، مش هفضل لابسها طول النهار. فلوكس بيأذيني، تاني حاجة بيأثر لي على عدسة بتاعة ميكروسكوب، تمام؟ وبيخليها تشبر، البخار بتاعه بيدخل جوه فبيخلي العدسة تشبر. طيب فكرة ببساطة خالص، جبت فانة بتاعة باور سبلاي، تمام، وركبتها على ادابتور 12 فولت، هنجرب نلحم ونشوف الدخان بتاع الفلاكس هيجي عليا او على الميكروسكوب ولا هيبعد بعيد عننا بعيد عننا خالص، تمام؟ ويعني يعتبر ببلاش، يعني انت عندك الفانة ديت تقدر تجيبها من اي باور سبلاي قديم بتاع كمبيوتر او تشتريها من عند اي حد بتاع الكترونيات، بدل ما تروح تجيب شفاط علشان يشفط البخار الفلوكس، طبعا بيتباع بمبالغ كبيره، فاللي ما يقدرش يشتري يقدر يجيب دوت ويعمله. ممكن برضو تطور عليه ان انت تحط وراه خرطوم بتاع المكنسه الكهرباء او الخرطوم اللي هو الفلكسيبل بتاع مواسير الكهرباء، تقول لو عندك شباك او حاجه تطلعه على الفتحه بتاعتها. بس دي كانت فكرة بسيطة كنت حابب أشاركها معاكم، يا رب تكون عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.